الشريحة الشباب هي واحدة من أهم شرائح المجتمع، ويمكن الآن السودان يشهد تجمعات كبيرة جدا من الشباب في الميادين. تعليقك على هذا النوع من التجمعات، خاصة أنه شباب واعي، شباب يطالب بكل سلمية بكل إيجابية، إلى الآن لم تظهر أي مظاهر سالبة قد تمس الشارع السوداني، وده إن دل يدل على أنه الشباب شباب واعي وشباب مثقف. تعليق. طيب، بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، حقيقة ما يدور الوقت الحالي في حراك، يعني نحن نسميه بعلم النفس الاجتماعي، وبالتالي قيادة الجماعات لتحقيق المطلبات التي يعني يزعو لها أي إنسان، له حرية الكرامة، حرية الاختيار، حرية أنه ينشد الحاجات التي تمكنه من أن يعيش حياة سليمة. إن كان تذمر الأبناء على الأسرة بمطالباتهم بحياة كويسة، بترحيلهم بحق الفطور، إن كان للمدارس يبقى ده حق سلمي وحق طبيعي أنه الناس تطالب به، وبحيث أنه المفروض الأب يوفر كل متطلبات مرحلة التلاميذ المرحلة. يبقى أنه طالما هؤلاء الشباب الآن تجمع في الميادين مطالبين بحقوقهم، مطالبين بأبسط حاجاتهم، هي ده جانب يعني ممكن نسميه جانب سلمي، وينبغي أنه يعني على الدولة أن يعني تستجيب لمطالب الشباب بكل أريحية بكل سلمية، وتقعد في طاولة بتاعت حوار بحيث أنه تشوف الاحتياجات اللي بتوفر للشباب، يعني من خلال التوظيف، من خلال فرض حياة كريمة، إيجاد يعني ضخ مبالغ مالية في صرفات عشان الناس تقدر تتحصل على مبالغها وتقدر تعيش حياتها. يعني كل الحراك الموجود حراك سلمي، ينبغي على أنه السلطات أنه تنزل إلى مستوى الشباب وتنزل إلى عملية التفاهم حول المتطلبات هذه، لكي لا يعني ندخل لو تدخل البلد في أفق أو في نفق مظلم، وبالتالي تبقى في حاجة لا يحمد عقباها. ينبغي أنه شباب هو شباب سائر، يعني تلقى جرعات علاجية، جرعات تدريبية، جرعات تربوية في كل إنسان في بيته، فبالتالي لما توحدت الرؤى طلعوا للشارع في نفس في نضالهم في نفس الشيء، ينبغي على أنه الدولة أن تنزل لمستواهم وتقدر تلبي هذه الاحتياجات عشان ما تكون في إشكالية لحياتهم لقدام.